كيس على جديد. شو وش هي اللي معطيتك هي الحياة الثانية الباشا؟ الحظ. الحظ بتأمني فيه؟ بأمن بالنحس أكيد. بتأمني بالنحس بتأمني بالحظ؟ لأنه أنا كنت كتير صغيرة كان بي يقول هالبنت نجمة كتير ضعيف، وفعلا كان كل ما يصير شي معي كان بي يقول نجمة ضعيف، ما كنت صدقه، كنت أضحك عليه يقول له أنا إيماني كبير. بس في ناس عن جد عندها حظ. أنا بتكون الشغلة بتمي بدي أبلعها، بيفتحوا شفافة بيسحبوها. بس في ناس بلا شيء بيكونوا نايمين بيبلعوا. يعني تحسي حالك بتعطي أكثر ما بتاخدي بالحياة؟ لا مش هذا الموضوع، عم بحكي عن الحظ. فعلا في الحظ. أنا قلتي لي بتوصل لأمنة تمك وبتنشال. إيه أوكي، هذا النحس أو النجم الضعيف. بس الأشياء أكيد أكلتها وتستزد فيها أكيد. ما في، أنا محظوظة بكتير أشياء، بس عن سعي. عن سعي أنا سعيد وصلت لها. بس إجتني هيك مثل ما بتجي أوقات على طبق مفضة لعالم فعلا ما بيعرفوا قيمتها، مش ما بيستحقوا. أنا ما مني بموقع أحكم إذا بيستحق ولا لا، ما بيعرفوا قيمتها. أوكي، سؤال جديد.